وهي في عابدين شغالة وسط السروجية، الناس كلها عنها سامعين، عارفين الحاجة فتحية ورثة الشغلانة أبر عن جد، وكمان جوزها وابنها محمود، وما شاء الله في مكانها تسد، ليها اسم كبير في السوق ووجود. عربيتك بتروح على الورشة ترجع لك وكأنها زيرو، تابلو يتغير أو فرشة، واللي بيتشال يركب غير. ست فتحية، كل الناس عارفاك يا ست فتحية. الحمد لله، أحلى حاجة. في ست قوية الشخصية وحبوبة وطيبة وعندها وبتشتغل سروجية، كل الناس قالوا لنا عليك. الحمد لله. تفتكري ايه اللي محبب فيك الناس كده ويقولوا لنا لازم تروحي تشوفوا حس فتحيه؟ اللي محبب فينا الناس كده ان سيرتنا الطيبه والدنيا حلوه معانا ومحدش بيكرهنا، الحمد لله. لا انا ولا الحاج ولا اولادي، كل الناس بتحبنا لان احنا بنعامل الناس بضمير. حلو حلو. ايه اللي خلاكي اصلا تحبي الصنعه دي؟ والدي. هو والدك كان سروجي؟ اه. فانتي ومن وانتي صغيره كده كنتي بتشوفيه؟ اه والدي. ما عندكيش اخوات صبيان؟ عندي. واشتغلوا سروجيه برضه؟ اشتغلوا سروجيه. يعني انتي لما اتجوزتي اصلا كنتي خلاص بتعرفي السروجي؟ وكنتي متعلمه. وما اتجوزت جوزي كان سروجي. جوزك سروجي برضه؟ اه. فوالدك لما انتي كنتي عايز تتعلمي منه ما قالكيش ليه يا فتحيه روحي خياطي ولا روحي اطبخي؟ بالعكس، ولا هو كان شغال في شركه النصر. اه طبعا. سروجي. سروجي في شركه الحكومه؟ اه. وانا كنت شغاله معاه في شركه النصر. اه. سروجي؟ سروجي. معقوله؟ اه. في شركه النصر يعني مودرن قوي؟ اه. عادي. كنت بقعد على المكنه تخيطي الجلد السكاي بتاع العربيه؟ بتاع الاتوبيسات. بتاع الاتوبيسات كمان؟ بتاع الاتوبيسات، هيئه النقل. ايه ده؟ بتاع زمان. ايوه طبعا، الاتوبيس الاحمر. اه طبعا. كلنا ركبناه. اه. فكنتي بت 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 بتشتغلي في القطاع العام. اه. امتى بقى جيتي وبقى عندك مكان لنفسك؟ لما اتجوزت جوزي. هو بقى كان مستقل، ما كانش موظف؟ اه لا مش موظف. فسبت انتي القطاع العام ورحتي؟ ما قعدتش فيه كتير، يعني انا ما قعدتش سنه. اه. جوزي ده بقى حبيته عشان ابن عمي واتجوزته. اتجوزتي ابن عمك اللي بتحبيه السروجي؟ اه. يعني زدنا في دقيقنا على الاخر. اه. ومين عيالك يا ست فتحي؟ معايا محمود ومعايا مصطفى. محمود ومصطفى راجلين؟ اه. ما عندكيش بنات؟ لا ما عنديش بنات. اتجوزوا محمود ومصطفى؟ محمود ومصطفى متجوزين وخريجين جامعات. بمؤهلات؟ اه. معايا محمود خريج المدير اكاديمي. وبيشتغل معاكي هنا ومع معايا والد. ومصطفى خريج سياحه وفنادق وبيشتغل معايا. بيحبوا الصنعه ولا انتوا اللي قلتوا؟ لا لا لا، هم احنا ما اجبرناهمش على حاجه، احنا ما نقدرش نجبر حد على حاجه. طبعا طبعا. هم اللي حبوها لان احنا سمعتنا واسمنا ما ينقرضش، لازم تبقى سلسله. عايزه تسيبي علامه؟ اه لازم. والولدين شاطرين برضه؟ اشطر مننا. اشطر مننا. ابوهم زرع فيهم الصدق والامانه وان هو يعرف الحاجه من اول مره لازم يعملها. كانوا بيتضربوا هم صغيرين، لو حد غلط فيهم لازم يتعاقب عشان يعملها صح، عشان ما فيش زبون يجي يقول له الحاجه دي يا حاج خليل غلط. شغل. عينك بتلمع يا ست فتحيه وانت بتحكي على ازاي ربيتيهم ويتضربوا عشان يعملوا حلو. انا كنت وهم صغيرين بنيمهم تحت البنك، اكلهم ويناموا تحت البنك، يجوعوا يقوم أكلهم لغاية ما كبروا، وديتهم المدرسة جنبي، يخرجوا من المدرسة عليا يجي المدرس يديهم الحصة بتاعتهم في قلب الورشة، ونروح الساعة 7 ونسيب أبوهم في الورشة، يناموا يجي أبوهم أعمل الأكل، أبوهم يتعشى، وأقوم الصبح الساعة 7 أنزل بيهم المدرسة وادخلهم المدرسه واروح افتح الورشه قبل ما بيهم ينزل الساعه 10. انت تفتحي الصبح عشان انت قايمه بدري في الشارع اصلا؟ ها. لغايه ما بيهم ينزل الساعه 10 يجي ايه الورشه، يجوا من المدرسه الساعه 2:30 عليا، نقعد لغايه الساعه 7 عندهم درس، عندهم حاجه ياخدوه في الورشه،
لغايه بقى ما كبروا بقى يروحوا ويروحوا لوحدهم. طب اقول لك حاجه، دلوقتي انت لسه شغاله بايدك بتقولي بتحبي الشغل ولا يمكن تبطلي الشغل؟ لا دلوقتي انا حاجات بسيطه يعني. حاجات بسيطه؟ اه. طب لو عايزه اكلم حد على الصنعه، اكلم حد من ولادك؟ اه. وانت تقفي تتبشري تتريسي عليه لسه، ولا هو خلاص قصته كبير بقى مش محتاج لا حد؟ لا لازم بيستشيرني في اي حاجه. يستشير. يستشيرني دي نعملها ازاي، دي نعملها ازاي كده. هتاخديه توديني عنده؟ هو عنده خبره بس انا بديله خبره اكتر. هو بيحب ايه؟ انت غاويه ايه في العربيات؟ انا كل حاجه داخل العربيه بحبها. كل حاجه؟ اي حاجه في العربيه بحبها، اي حاجه، طاره، فرش، سقف، اي حاجه بتتعمل في العربيه انا بحبها كانها عيل من عيالي. وقبل ما الزبون ياخد العربيه لازم ابص عليها، حتى لو مش انت اللي مفنشاه. اه لازم، لازم اي حاجه فيها اي غلطه ارجع للصنايعي اجيبه. تعالى دي طالعه غلط ليه؟ عشان الزبون مش هيحاسب الصنايعي. طبعا هيحاسبني انا. طبعا. فما بقيتيش بتشتغلي بنفسك خلاص؟ لا. عندك بقى صنايعيه وعندك ولادك ما شاء الله ربنا يخليهم لك. ما عندكيش صنايعيه قدام يا استاذه فتحيه من اللي هو كانوا معاكم من زمان قوي؟ انا عندي واحد معايا بقاله 17 سنه. بس ده انت معاكي، مش مثلا كان مع والدك او كده من دول؟ ما عادش حد لا طبعا. لا لا صحيح. ولو موجود خلاص كده هيبقى كبير، هيبقى كبير. بس هتاخديني الورشه كده اشوف الناس واشوف الشغل واشوف الصنايعيه وكل حاجه.